اللهم احفظنا من أنفسنا ومن الشيطان، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا توجهنا إليك ووقفنا بين يديك، نسألك ضارعين أن تحفظنا وتنجينا وتقينا شر أنفسنا، وتخرجنا من الظلمات إلى النور، وتجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لنا سمعا وبصرا ويدا ورجلا، اللهم كن لنا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت، كما ورد في الحديث القدسي في صيغة من صيغه العبادة. اللهم فارحمنا وتجاوز عنا وكن لنا ولا تكن علينا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا من عبادك المخلصين القانتين الذاكرين القائمين الساجدين، بحرمة سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.